واحد النهار في يقني مع الفجر، في يقني مع الفجر باقي ما صليت، فهمتيني ولا لا؟ واخد عليا داك الشيء اللي كان وقع في طنجة، وانا محمد الهشر بن النعاس ما عرفتش غنجاوب سيدنا، فهمتيني ولا لا؟ غير كملت وانا نتوضا وصليت وعيطت عليه في هذاك الوقت. انا هو عيط عليا في الفجر، انا عيطت عليه في الفجر، ولا الفجر ديالي ماشي ديالو هو، عيطت عليه قلت له نعم اسيدي راه داك الشيء اللي قلتي لي على 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 طنجة راه ماشي الناس ديالو اللي داروه، هو واخد عليا ان الاخوان ما نزل... ان الاخوان في طنجة ما نزلوش يشرحوا للناس. قلت له داك الشيء اللي داروه هو الياس العماري، لانه هو اللي قال انا ما غنخلصش الفاتوره ديال ديال الجهه. ربما القضيه انت ما كنتش عارفها سي؟ لا عارفها. عارفه القضيه هذه ديال المكالمه؟ لا فهمتي. قلت له نعم اسيدي راه هو اللي دار هذا الشيء. اش بدا تيقول لي يا سيدنا؟ قال لي صافي السيد مكرر صافي، لانه هذاك ملي هو مسؤول سياسي وتيقول انا ما غنخلصش الفاتوره ديال الجهه، اش غيقولوا للمواطنين؟ اقول حنا ما نخلصوش حتى الخبز، صافي تجيبوا لنا فابور. هي هذه، لان السياسي تيخصو يرد البال شنو تيقول، فهمتيني ولا لا؟ عندك ملاحظات اش كتقول؟ كتقول باللي بغيتي الملك يكون معنا في المغرب، حتى حنا حتى انا بغيت يكون معنا في المغرب. ولكن الا هو ما جاش راه هو عارف علاش، وملي تيبغي يقول شي حاجه راه هو تيقولها. سمحوا لي الاخوان، تيدير بالاغ تيقولها الصحه ديالي، وملي ما تيبغيش يقول تيسكت، لا ينسب لساكتين قول. واش دابا حنايا سمحوا لي غادي نمشيو دابا نبداو نبنيو على شنو تيقولوا لنا الصحافه ديال الدول اللي في الاصل هي معاديه؟ سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي المغاربه، ديروا عقلكم وتنبهوا تنبهوا. وانا اللي كنظن المغاربه في الحقيقه دايرين عقلهم ومتنبهين وعارفين ومتمسكين بالملك ديالهم، متمسكين بالملك ديالهم. نهار اللي سيدنا يبغي يقول لنا شي حاجه متعلقه بالمرض ديالو ولا ديال الام ديالو ولا 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 بغى يدخل ولا بغى يخرج، هذاك حاجه اخرى، فهمتيني ولا لا؟ وانا طوندون الحمد لله الدوله كتمشى. عندنا ملاحظات، عندنا ملاحظات، بغينا اصلاحات، بغينا اصلاحات. هذه الاصلاحات منها ما يمكن ان يكون دستوريا، انا ما عندي مانع. انا نقول لكم كاين واحد الشخص كنت كنتعاطف معه ولحد الان كنتعاطف معه، هو السي عبد المؤمن. انا كنسمعو تيهضر شي شويه تيبالغ، ولكن كيتكلم على اشياء بحال اصلاحات دستوريه بحال هذا، انا كنقول له ما كاين مشكل، الا بقيتي في هذه الحدود راه ما كاين مشكل، راه هذا حقك. لانه حنايا والملكيه ديالنا ما يمكنناش نبقاو جامدين، ما يمكنناش جامدين. النهار اللي جا محمد الخامس الله يرحمه، فهمتيني ولا لدابا تاسس الدستور وبقى كيتطور، ما بقاش هذاك الدستور اللي كان قبل، ومازال غادي يتطور. غير دابا القضيه ديال ديال ديال, ديال شخص الملك مقدس كانت ما لا يناقشها احد، وهي في الحقيقه ماخوذه عن الثقافه الفرنسيه، لا بيرسون دو غوا اي ساكري، لانه ما عندهم في الحقيقه لو غوا اي ساكري، وعندهم في العقيده ديالهم. ملي انا ملي انا كانت هذه القضيه كتضايقني، كنقول علاش هاد ساكري؟ هاد ساكري ما خداماش. ملي كانت القضيه ديال الدستور قلت السي المعتصم، السي المعتصم هاد القضيه هذه ديال لا بيرسون دو غوا اي ساكري، راه ديك الساعات انا ماشي رئيس الحكومه ولا والو، كنمثل الحزب، راه كتزعجنا، راه ما خداماش. راه حنا مشى قالها له، رجع بعد يومين او ثلاثه رجع السي المعتصم تيقول لنا سيدنا صدر لكم رساله تيقول لكم القداسه لله والعصره للانبياء وانا ملك مواطن، والتحييدات من الدستور. وهذه انا كنعتبرها كبيره جدا،